مصاحبه عشان المدام يرفع ايده فوق. والله يقع الوجع ده اصلا، يقع الوجع والجدع. صاحب الجدع يرفع ايده فوق. يلا بينا روح روح روح. صباح يا خال يا خال. يلا بينا هنايا عالرايق يا زعيم بالله عليك عالرايق. اسمع، السلام امانه والنسيان خيانه. انا عايز الناس ترد علي السلام. ارفع ايدك معايا بالله عليك. السلام امانه بقول، السلام امانه. طب اسمع معايا الكلام ده ليكم انتم. عالرايق يا فنان بالله عليك عالرايق. قبل اي كلام انا بحيي الفرح وبحيي كل راجل جدع شهوة عمل الواجب، وبحيي الفنان غزال الصعيد محمد الأسمر. واحب اقول له من قلبي، مهما رحت وجيت، مهما رحت وسمعت ولا جيت، انا غير فنان الصعيد الغزال محمد الأسمر. عمري ما حبيت الدنيا فيها كتير، غزال الصعيد من الاساطير. اسمع له سقفة، سقفة عالية فوق، سقفة عالية فوق للفنان. اسمع بقى الكلام ده ليكم انتوا. انا جاي من محافظة اسيوط، انا واصحابي من مركز البداري والغنايم علشان نعمل الواجب. اسمع، سألوني ليه راسي مرفوعة وعيوني قوية، لا ابويا وزير ولا عمي رئيس جمهورية. يكفيني دلوقتي ان انا في محافظة سوهاج بلد الرجولية. امريكا دولة، امريكا دولة، ومصر دولة، ومحافظة سوهاج بلد العداولة. يعني كل بلد وعليها بوابة الا محافظة سوهاج عليها دبابة. اسمع معاي، ورثنا الهيبة من جدودنا، ورثنا الهيبة من جدودنا، سوهاجية وعارفين حدودنا. لو يوم تستهتر بينا والله ما تحمر ردودنا. رسالة من قلب الصعيد سوهاج، اللي يحبنا فوق راسنا واللي يعين فينا تحت مداسنا. احنا الاصل واحنا الاصول، واحنا اللي فعلنا يسبق الجول. فينا الهيبة وفينا الطيبة، ماشيين في الطريق معدول. واسمع، الخيل لازم ليها خيال، والشدة بتحتاج رجال، واللي ما يهز الريح يعيش عافي زي الجبال. تحية خاصة للفنان زيزو السيد.
وابدأ الكلام. يا تعيش أسد متهاب يا تهبش فيك الكلاب، الدنيا ما سابتش لينا خيار تاني. طب أقول لك، عارف أنت أكبر جريمة؟ إنك تعمل للواطي قيمة. طب اللي عذبوا كلامي، صح اللي عذبوا كلامي هيفك ايده ويسمعني سقف عالية فوق، الله أكبر. بس أنا بعدها لك يا زمن، خفف شوية مال ينعل أبوها فلوس، عملت من الهفا يا رجال. ما تزعلش على ناس ما تسواش، انت اللي عملت لهم سعر ايام ما كانوا ببلاش. اخسى عليك يا زمن قلاب، بتكذب الصادق وتصدق الكذاب، وسلت الاسد وطمعت فيه الكلاب، وغيرت معادن الناس وحولت الذهب لتراب. واه يا دنيا شفت فيك البدع، ما بتجيش غير على الاصيل والجدع. خلصت الكلام، انا رائد عادل الاسيوطي ببعت السلام، سلام مخصوص لكل الفرقه، سلام مخصوص لاخويا حبيبي ابو هشيمه، سلام مخصوص لكل عبد الله عسكر من مركز الغنايم، وسلام مخصوص لاسلام صابر من البلاري، وسلام من اعماق قلبي للفنان غزال الصعيد محمد الاسمر. اقسم بربي افضل اسمع له لاخر نبض في قلبي، اقسم بربي افضل اسمع له لحد اخر نبض في قلبي. السلام امانه والنسيان خيانه، تمام. وعايز اسمع ختام سقفه عاليه فوق للعريس محمد حشمت والاسمر ورائد عادل وكل راجل جدع، الله والسلام ختام. حبيبي ابو عادل وكل البداوي، انت ده اللي شرفونا. كلمه لكل واحد فيهم، كل ثقه وعداله. تحية ليكم أم صبر أبو طالب يا سلطان، مش قادر أنساها يا سلطان. يلا عشان خاطر العريس محمد حشمة، عشان خاطر الحبايب وكل الناس المحترمين اللي مدورين الفرح كله، تحياتي ليكم أم صبر أبو طالب. يلا مش قادر أنسى Oh!
مجنون زيدي. تحياتنا ليكم احلى متابعين واحلى جمهور. يلا تحياتنا العريس الليله محمد هشمت، وتحياتنا الفنان محمد الاسمر، وتحياتنا الاصيله في مركز العسيرات ولا تهيج الناس المنطقه. كلهم على ابو الهدى الحبيب حق على ده
من شغل القاهرة عشان خدامة سايب شغله في عثمان احمد عثمان. الله عليه الراجل ده ابوي خلاص. القاهرة وعسل القاهرة تعال ينور الدنيا علينا. يلا سلمى شاطر في مهنته يستحق لقمته واللي فاشل في مهنته يقشر بطاطس جنب عمته. صغير ايوه انا صغير صغير لكن بجنن وبحير. صغير انا ايوه صغير لكن بجنن وبحير. داير تقول انك خصمي الدنيا دي كلها بتربي وتزعل.
واللي ما راحش المدرسة في الدنيا بيتعلم قد معلم بيموت ولسه واللي معه الفلوس الناس قالت له ناس هل ناس مني ومن دمي محدش فيهم شال همي ناس مني ومن دمي محدش فيهم شال همي محدش كان خير علي موسوف تعال فين بدو انت عمك ابوك انت عمك ابوك قبل اسمك سافر ابو حشمة تعال يا فوق